في رحاب دورتنا هذه سنعرض عليكم حصيلة موجزة على نشاطات المجلس الشعبي الولائي فيما بين الدورتين. فعلى مستوى المجلس الشعبي الولائي قمنا بعقد عدة اجتماعات وخرجات ميدانية على مستوى اللجان للوقوف على واقع التنمية في الولاية وإحصاء انشغالات المواطنين، وذلك بالتنسيق مع جميع الجهات المعنية. أما بالنسبة للحضور والمشاركة رفقة السيد والي، فقد كان المجلس الشعبي الولائي حاضرا في جميع الأعياد الوطنية والدينية وفي جميع الزيارات الميدانية للاطلاع والوقوف على وضعية المشاريع التنموية بالولاية بمختلف بلدياتها. وعلى سبيل المثال ليس الحصر معاينة المنشآت الفنية على مستوى الطريق الوطني رقم 46 محاربة آفة الاجتماعية. رأينا في الكوروار معرضين لمشاكل خطيرة جدا، نستنذر الجميع، نهيب بالجميع أن نقف وقفة رجل واحد ذاتنا وخصوصيتنا. ونحن على أبواب تخليد ذاتيتين تاريخيتين اللي هما ذكرى المظاهرات 17 من أكتوبر 1965 أو المعرف بمذبحة باريس، وذكرى اندلاع الثورة التحريرية المظفرة الفاتت في نوفمبر 1954. تضامناً مع العائلات المتضررة خلال التقلبات الجوية الأخيرة بولاية بشار، أشرفت نهار اليوم السلطات الولائية بولاية لمسيلة على انطلاق قافلة تضامنية لفائدة العائلات المنكوبة بمشاركة العديد من المؤسسات والهيئة العمومية والمحسنين من أبناء الولاية. تضمنت 6 شاحنات تحمل مختلف المساعدات اللازمة. بسم الله الرحمن الرحيم. في إطار العملية التضامنية لفائدة سكان ولاية بشار، بادرت ولاية المسيلة بتخصيص 6 شاحنات تتوفر على كل المستلزمات الضرورية واللي راهي بحاجة إليها يعني ولاية بشار على أثر الفيضانات اللي عرفتها في المدة الأخيرة. ربما يتساءل يعني المواطن يقول باللي ولاية المسيلة عرفت يعني بعض التأخر. أنا نقول نتأكد برك من المستلزمات هذه، كان عندنا اتصال مع السلطات المحلية لولاية بشار، وهذه الاتصالات يعني قدمت لنا الأولوية لتقديم المستلزمات الضرورية كالطاولات المدرسية، كالمستلزمات المطبخ لفائدة المؤسسات التربوية، وبطبيعة الحال شاحنات المواد الغذائية اللي توجهت هذا الصباح لولاية بشار. بهذه المناسبة نشكر الهلال الأحمر الجزائري والمتعاملين الاقتصاديين وكل الخيرين في هذه الولاية، جزاهم الله خيرا على هذه المبادرة الطيبة اللي بادروا بها لفائدة سكان ولاية بشار، وشكرا. بعد نجاح حملة الحصاد والدرس لموسم 2023-2024 واحتلال ولاية ميلا الريادة في الإنتاج ونجاح الحملة دون تسجيل أي ملاحظات، أعطى والي ولاية ميلا ورفقة السلطات المحلية وبمعية مدير الفلاحة ومدير تعاونية الحبوب والبقول الجافة لذات الولاية والأسرة الفلاحية إشارة انطلاق حملة الحرث والبذر لموسم 2024-2025 على مستوى وحدة الإنتاج الفلاحي خلاف أحمد لبلدية تيبرغنت بولاية ميلا، مع توقعات زراعة مساحات شاسعة مقارنة بالمواسم الماضية وتجسيدا لالتزامات السيد رئيس الجمهورية.
في إطار تجسيد سياسة رئيس الجمهورية وفلسفة عمل وزير الفلاحة والي ولاية ميلا السيد مصطفى قروشي، الذي سياسته وجعل هذه الولاية رائدة في شعبة الحبوب. ارتئينا أن يكون يوم 10/10 انطلاق حملة الحرث والبذر. مقارنة بالموسم الفارط الحرث والبذر، العام هذا الجديد هو أننا انتقلنا من زرع حوالي 137 ألف قنطار. العام هذا إن شاء الله راح توصل كمية البذور إلى 215 ألف هكتار قنطار. احنا كغرفة ومهنة رانا واقفين مع الفلاح، موجدين له كلش الأمور ومسهلين له الأمور، الوثائق تاعو احنا بي في محضر معينة، رانا نسهلوا له المهمة تاعو، نعطيوه بطاقة، نسهلوا له في الزريعة، ما رانا ما نتواصلوا مع التعاونية تاعنا، التعاونية راهي موجدة لنا الحبوب لي زونغري راهم واجدين، الفلاحين راهم قاعدين يوجدوا في الأراضي تاعهم، حنا ما عندناش صعوبات خلاص، راهي سهولات من المديرية، من التعاونية الحبوب، من الغرفة. نحضروا اليوم انطلاق الموسم الفلاحي 2024/2025. انطلاق من موضع مزرعة يابي وحدة الانتاج الفلاحي خلافة تيبرقنت، راح ننطلق ان شاء الله في موسم البذر حبوب بليدير حوالي 183 هكتار تكثيف، عندنا حوالي 971 اجمالي المساحة اللي راح تزرع. تلقينا جميع التسهيلات ان شاء الله من الواي سي والسي سي ال اس، محروطه 100% بالوسائل تاع المزرعه زائد الوسائل تاع التعاونيه.